جمال عبد الناصر هذا الفلاح المصري انتقل من الوضع الداخلي المحلي إلى هذا الوضع العالمي والدولي. لم تكن النقلة سهلة ولم تكن بسيطة، فالدول الكبرى عداؤها قاس وشديد، والخروج عليها بيبقى محفوف بكثير من المخاطر، ولكنه تخطى كل هذا. على هامش فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية والتي تحت شعار تعاون الجنوب جنوب، انعقدت جلسة حوارية تحت عنوان التضامن الأفرو-أسيوي تاريخ نضال مشترك، وذلك بحضور الدكتور حلم الحديدي وزير الصحة الأسبق ورئيس منظمة التضامن الأفرو-أسيوي. وكانت الجلسة بمشاركة الشباب المتميزين في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولأنه فلاح مصري كان همه الكبير هو إنقاذ الفلاحين المصريين من السيطرة والاستغلال الذي كان يحكم مصر في هذا الوقت. الأرض ملك للأغنياء، الدولة في خدمة الأغنياء، والفقراء لا تقريبا لا اهتمام به. فأول حاجة اهتم بالقرية المصرية. أنا من قرية صغيرة في محافظة دهلية سابقا من دمياط حاليا، لم يكن بها أي مدرسة ولم يكن بها وأنا صغير يعني أي مكان للعلاج، ولم يكن بها ماء نقي، ولم يكن بها صرف صحي. فكان تركيز عبد الناصر على كل هذه النواقص لإعطاء أبناء القرى وأبناء الريف حقهم في الحياة، حقهم في الاستفادة من كل هذه الأشياء. لا يسعني الحديث عن مصر أرض الكنانة أم الدنيا، عن هذا التقدم الملحوظ في شعوب السودان وشعوب في هذا التقدم الملحوظ في شعوب مصر. فمصر دائما ما تحتضن كل الأفكار وكل الرؤى وكل الأشياء الشبابية الجميلة المختلفة. منحة ناصر للقيادة منحة تجعل من الشباب قادة متقدمين متطورين متميزين، فهي فتحت الأبواب لأفريقيا آسيا أمريكا اللاتينية، فتحت الأبواب مشرعة لتحتضن الشباب بأفكارهم ورؤاهم المختلفة. المحاضرات تسير بوتيرة جميلة ومميزة، ونحن اليوم أمام قامة مصري قدير جدا مر بحقبات زمنية مختلفة، قامة وليدر متقدم ومر بفترات زمنية وحقبات زمنية مختلفة ومتميزة وجميلة. الأستاذ القدير حلمي الذي قدم لنا محاضرة مختلفة ومميزة، ويكفي أنه هو رئيس اتحاد شعوب الأفرو آسيوية، فقدم لنا محاضرة مختلفة مرت بحقبات مختلفة، وتسير هذه المحاضرات في هذه المنحة بصورة جيدة وصورة مرضية وصورة تستحق
هذا العناء وهذا المجهود الكبير لنسافر ونأتي إلى مصر بلدنا الثاني ونستمتع بهذه المنحة الجميلة ونتعرف على عدد من الشباب المختلفين من أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية. حقيقي سعيدة جدا، يعني الكلام لا يسع والوقت لا يسع للحديث، لكن سعيدة جدا بهذه المنحة، سعيدة أكثر بهذا التلاقح الفكري المختلف والمميز، وسعيدة أكثر بأن أكون خلف هذه الشاشة. اعذروني وإن ذكرت شيئا غير صحيح، ولكن في الأخير أحاول أن أعبر عن مدى سعادتي وأحاول أن أعبر عن مدى حبي لأرض الكنانة مصر. في حديث سابق مع زملاء لكم في العام الماضي تحدثت عن الرعاية الصحية في عهد عبد الناصر، وإنشاء الوحدة المجمعة فكرة رائعة، أن تجمع المدرسة والمستشفى والحكم المحلي في مكان واحد، فكرة عبقرية. وهذا ما فعله جمال عبد الناصر، كان التعليم مقصورا على الأغنياء، والحقيقة في سنة 50 يعني قبل الثورة بزعمامين، حزب الوفد أصدر قرارا بجعل التعليم مجاني، لكن ما فيش مدارس، فجاء عبد الناصر وصحح هذا الوضع، أبقى على مجانية التعليم وجعل في كل قرية مدرسة. وهو إيه الفايدة تاخد مجانية عشان إيه تعمل بقى إيه ما دام ما فيش مدرسة؟ فتكوين المدرسة مهم جدا. الحقيقة أنا لو يعني مش كتير عليه إن أنا ضيع الليلة والليالي كثيرة أنا أتكلم عن عبد الناصر، فهو أكبر من ذلك، والآراء فيه كما قلت لك أن الآراء لا قيمة لها، لأنه أصبح ملكا للتاريخ. التاريخ هو الذي يحكم، ويكفي أننا نذكره بالخير حتى الآن. شاركت في منحة ناصر للقيادة الدولية، وكانت يعني منحة أعتقد أنها ستكون منحة مثمرة بالنسبة لنا كشباب ثلاث قارات، قارتي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تحدثنا أو شاركنا اليوم في محاضرة قدمها الدكتور حلمي الحديدي، فحدثنا عن حياة الراحل القائد جمال عبد الناصر، بحكم أنه كان لصيق لشخصية القائد الراحل، فحدثنا عن أشياء لم نجدها في الكتب ولم نجدها في المكتبات التي تحتوي على كتب التي كتبها والتي تتحدث عن شخصية جمال عبد الناصر. كانت الحقيقة محاضرة نيرة وأسرة، ونشكر هذا الدكتور القامة الكبير الذي كان بيننا حضورا شابا أنيقا طموحا، وتستفدنا كثيرا من هذه المحاضرة، بأن العلم والدراية والدربة ما لم تمارس لن تكون نافعة ولن تكون مجدية. شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا الأمر وعلى هذه المنحة، وشكرا دولة مصر التي تحتضن دوما الشباب الأفارقة وغيرهم من شباب القارات. شكرا جزيلا. سأتكلم عن شيء واحد فقط من صناعتي، اللي هو منظمة تضامن الشعوب الأفريقية
الآسيوية، وآمل أن أضيف وأمريكا اللاتينية. عبد الناصر بعد مؤتمر بندونغ اتعملت مجموعة دول عدم الانحياز، ودي مجموعة دول حكومات. عبد الناصر بفكره الشعبي قال ما تنفعش دول من غير شعوب، لابد أن تتواجد الشعوب مع الدول، فأنشأوا هذه المنظمة لتكون ظهيرا شعبيا لمنظمة أو لدول أو لمجموعة دول عدم الانحياز، وكان مقرها القاهرة. المنظمة دي شعبية دولية تضامنية، شعبية لأنها ما فيهاش حكومة واحدة، كلها شعوب. دولية لأنها في معظم دول العالم. كانت في يوم من الأيام 120 دولة، النهاردة تقلبات الزمن والتاريخ والسياسة خلتها بس بعد جهد كبير في الأعوام الماضية 65 دولة. هدفها ايه؟ تضامن شعوب هذه القارات، والتأكيد على مبادئ بندونغ. مبادئ بندونغ مهمة جدا ان احنا نذكرها، لأن الناس النهاردة فاكرين أنهم بيخترعوا جديد، بيفاكرين أنه هو اللي اخترعوا فكرة السلام والدعوة إلى السلام. الدعوة قديمة، والسلام مطلب شعبي وأممي قديم، الناس كلها نفسها تعيش في سلام وأمان، لكن كون مؤتمر بندونغ يقول حل المنازعات بالطرق السلمية وتجنب المواجهات العسكرية في وجود القطبين أمريكا وروسيا المتنازعين، أظن ده حاجة قوية جدا. تشرفت اليوم بإدارة لقاء حول يعني مع السيد الوزير الأستاذ أو الدكتور الحديدي، وكان لي شرف للتفاعل معه بالعديد من الأسئلة، وكذلك كانت الإجابات ممتعة للغاية وكانت مفيدة جدا. أنا مسرورة بوجودي في هذه المنحة، هي فرصة لإعطاء الشباب يعني القدرة على التوحيد وإنشاء الوحدة الإفريقية وتفعيلها على أرض الواقع لتحقيق أهداف الأجندة 2063 إن شاء الله، وشكراً.